الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنختف إن شاء الله لمسائل متعلقة بالصوفية وبصفة خاصة بالنقشبندية. بعد الخطف الذي عملنا مرتين من أجل النقشبندية ومن أجل طلب المدد من الشيوخ الماضين، فاعترض علي بعض أفراد النقشبندية وجاءوا بأقوال وشيوخ الذين فعلوا هذا، فقال لي هل يعني تعتبر هؤلاء كلهم على ضلالة؟ فالحقيقة يعني لما نعيب على أحد من النقشبندية وأحد شيوخهم لست أقول أن النقشبندية خطأ وأنهم على ضلال، ولكن أن ذلك الفعل خطأ، فكل إنسان يخطئ ويصيب إلا الأنبياء معصومين. فليس من الخطأ أن نعتبر يعني هؤلاء الشيوخ على حق في كل شيء أو على ضلالة في كل شيء، فنأخذ منهم يعني ما ينفعنا من النصائح والتعليمات وما ينفعنا في الدين، ونترك الذي وجدناه خطأ فقط، ولست أقول يعني أكثر من هذا. فاعترض علي قائلا يعني مثلا أنت تقول أن هؤلاء الجن يأتون بسبب الذكر بالحضرة بالرقص وبتحريك الرأس ثم يعطونهم أذكار خاطئة فيها الشرك. قال لي هل عندك مثال من هذا؟ وأنا أجبت بما أعرف وقلت الله يرينا الحق إن شاء الله، وسبحان الله الله تعالى استجاب لي، لأنه من الغد جاءني رجل يعرف جيدا أحوال النقشبندية وأخبرني عن قصة وذكر فيه شرك، فسأبين هذا وثم أبين مسائل أخرى يعني متعلقة. قال لي كذلك وهل تقول أن لما الإنسان ينادي يا محمد ويستغيث به فتأتي الشياطين؟ وسبحان الله يعني الدعاء والاستغاثة هذا عبادة، والعبادة لا تنبغي لغير الله، سواء تقول يا جبريل أو يا محمد أو يا أيا كان من المخلوقات، فهذا سيأتي بالشياطين وهذا الشرك. وطبعا الشياطين تريد الناس أن تشرك فتشجعهم في هذه الشركيات. فسنرى هذه المسائل، سأذكر المسائل التي ثم نقوم بالخطف إن شاء الله. فأول هذه المسألة قصة وقعت لشيخ محمد ناظم الحقاني، وهو شيخ النقشبندية، وإن كان النقشبندية فيها جماعات ولكنهم شيخهم المعروف الذي في قبرص. فسأسرد القصة طويلة ولكن سأسردها لأن الموضوع مهم جدا. يقول ليلة الجمعة نعم، بعد أن صلى الشيخ محمد ناظم الحقاني التراويح ثم صلاة التسبيح ثم صلاة الشكر وكان واقفا فأغمي عليه، وقبل أن يأخذه الناس بقى مدة في هذا الحال، وقال في بقى 5 ساعات، قال أخذه أولياء الله في الحضرة الروحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإغماء، وأخذوه في يعني ممر انتهى إلى اجتماع، وكأن كل العالم كل الخلق مجتمع، فرأى أولياء هذا القرن هم 124,000 ولي كان حاضر، وعلى جانب كانوا على جانب، وعلى الجانب الآخر كان الأنبياء، ورأى المهدي أمامه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا ولدي، المهدي يكلمه، بل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه يقول يا ولدي لقد لبسناك بلباس لم نلبسه أحدا قبلك، وهو لهذا الزمن هذا اللباس، يعني أن كل قرن له لباسه، لبسناك
بلباس الحفظ أنت وأتباعك من انتقام الله من عقوبة الله. قال لم يبقى أي مكان آمن على الأرض، لا رئيس ولا ملك ولا قائد يستطيع أن يوقف الذي سيقع، هو في خرج من أيدي كل إنسان، الآن كل شيء في أيدي الأولياء، ونحن لبسناك حتى تحمل هذه المسؤولية في اتباع المهدي. فهو رأى خلفاء المهدي وممثليه جاءوا واحد بعد واحد. فتلك الليلة وقع هذا في بورتون ميشيغان في أمريكا، الذين هم هنا بعد أن صلوا التراويح وصلاة الشكر وصلاة التسبيح جاء في قلبه أن يذكر أسماء خلفاء المهدي وهم 9، وبعد أن ذكر أسماءهم أغمي عليه وألبس هكذا في حين أغمي عليه الله ألبسه بهذا بمعنى الحديث الذي يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني عليك أن لا تضر الناس ولا تترك من يضرك، يعني هذا اللباس وهذا الحفظ الذي ألبس لا يستفيد منه إلا الذي لا يظلم الناس. فقال هذه الحفاظ الآن لم تبقى في أيدي الملوك والرؤساء، بل هي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعطاها للأولياء، وهذا الأولياء يحفظون بإشارة إلى قلوب الناس، يتجلون على قلوب الناس. فقال أنا ألبس أتباعي بتجلي الحفظ الحفاظة، وهكذا سيحفظون. وقال أن الآن الذين هم على الحق هم فقط الذين يتبعون الطريق النقشبندية وليس أحد غيرهم، ولأن الإمام المهدي هو نقشبندي، ولأنه طريق سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، والله أنزل فيه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني الآية التي نزلت فيما يتعلق يعني بوجودهم في الكهف في غار الثور. وهو كان أول خليفة أبو بكر رضي الله عنه، وآخر خليفة هو المهدي. فهذا وقع في ليلة 27 من رمضان، ثم أعطاه الدعاء ليقرأه مع آية الكرسي. فهذا الدعاء حتى يحصل على الحفظ بآية الكرسي يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم يدعو، وهكذا يقرأ كل جزء من آية الكرسي ويدعو، يعني وهذا الدعاء فيه كلمات حتى يأتيك خدام آية الكرسي هم من الملائكة ومن الجن. ولما تقرأ آية الكرسي بهذه الكيفية فذلك سيحرك الملائكة والجن الذين يخدمون هذا الآية حتى يخدموك في حوائجك ويحفظوك من كل شيء يقع. وملك هؤلاء الجن كلهم هو الملك كاندياس، هو الذي يرسل أولئك الجن الذين هم خدام هذه الآية لما تقرأ آية الكرسي بهذه الطريقة الخاصة. وفيه كلمات من الجن، هكذا يقول يعني شيخهم الشيخ ناصر، فيه كلمات من الجن التي تجعل الجن يخدموك، جن ذلك تلك الآية يخدموك في حاجتك. قال لهذا يقولون عايون، ويقول يا الله سخر لي
روحانية هذه الآية من الجن ومن الملائكة حتى تعينني فيما أحتاج. ويقرأ أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية. الشيخ هشام هو الثاني بعد الشيخ نزيم، هو عنده فيديو في انترنت وهذا هو الرابط لهذا الفيديو، يقول كيف تستعمل، يعني يبين هذا الدعاء كيف تقرأ آية الكرسي بهذه الصفة الخاصة ومع الآيات مع الأسماء الخاصة حتى يسخر لك خدام هذه الآية. ففي هذا الدعاء فيه هيلا جولا ياهن. ثم تنادي سلطان الجن الذي اسمه الهزاز، تقول يا سلطان الجن سيدنا هزاز أدركنا. سبحان الله. ثم تنادي يا رسول الله، يا سلطان الأولياء شيخ عبد الله داغستاني، يا سيدنا الشيخ نازم الحقاني، يا سلطان الجن سيدنا هزاز أدركنا. وتقرأ هذا الدعاء مدة 40 يوم وستحل مشكلتك، وإذا لم تحل فأعدها كذلك 40 يوم أخرى. فهكذا يعني بصفة واضحة سنخطف لهذا الأمر، ويعني وهذا الكلام إخواني يعني لا يكون، يعني حتى في القاموس الإفرنجي لما تبحث عن هذه الكلمة كاندياس فهي من أسماء الشيطان. فسنحضر إن شاء الله الجن الذين وراء هذا الكلام والذين تسببوا في هذه الرؤية التي رآها، والأولياء يعني في جهة والأنبياء في جهة وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والمهدي، وأعطوه هذا الذكر حتى ينادي يا هزاز ويسخر له الملك كاندياس، وحتى يعطي هذا فتح لجميع أتباعه وهو سيلهمهم يعني بالتجلي في قلوبهم حتى يكونوا محفوظين من الفتن. فهذه أول مسألة سنخطف لها، الملك كاندياس والجن سلطان الجن سيدنا هزاز وياهن هيلا جولا ملكا. طيب، ثم المسألة الثانية ونحن ما زلنا في هذا الجو للصوفية والنقشبندية وغيرهم، ذكرت فيما قبل كلمة ستر العرش مسبول علينا، ولكن اليوم قرأت حزب البحر وفي حزب البحر مكتوب ستر الله مسبول علينا. فكلمة ستر الله مسبول علينا ليس فيها حرج، لأن الله يسترنا، نطلب من الله أن يسترنا، أن يستر عيوبنا وأن يحفظنا من كل سوء، فنقول ستر الله مسبول علينا فعادي ليس فيها حرج. ولكن ستر العرش لم أسمع أن العرش له ستر وأن هذا الستار يستر العرش أو يمكن أن يسترنا نحن، فسننظر هذه المسألة. أما أصل حزب البحر كما رأيته اليوم ففيه ستر الله وليس ستر العرش. ثم في حزب البحر، يعني حزب البحر جاء من الطريقة الشاذلية، ثم الطريقة التيجانية كتبوه وزادوا بعده دعاء، وفي هذا الدعاء جعلوا هذه الكلمات، يعني الدعاء كلمات طيبة ما شاء الله، ولكن فيه هذه الكلمات أحمى حميثة أطمى طميثة، وهذه ليست كلمات عربية. وذكروا في الشرح أن شيوخ الشاذلية العلامة العارف بالله سيدي الحاج الحسن البعقيلي، هو كان الشيخ الشاذلية في أول القرن العشرين في المغرب، ثم شيخه سيدي الحاج الحسين الإفراني، ويسأل سيدي عبد الرحمن الحداد المستغفر ما هذه الكلمات، ما هذه الكلمات؟ فقالوا أن الشيخ عبد العزيز الدباغ
يعني رجعوا في كلامهم كل واحد يسأل الآخر ما هذه الكلمات ما هميا ما هذه الكلمات يعني أحمى حميثة أطمى طميثة فرجعوا إلى الشيخ عبد العزيز الدباغ هذا عبد العزيز الدباغ ولد سنة 1679 وتوفي سنة 1720 فهو أقدم منهم بقرنين تقريبا بمئتين عام وهذا عنده كرامات وكرامات وكرامات فسننظر في هذا الشيخ سننظر في حاله هل هذه الكرامات يعني هي من الله أو من الجن ومن الشرك يعني يقال في هذا الشيخ عبد العزيز الدباغ أحد الأئمة الأولياء ومشاهير الأصفياء كان يخوض في العلوم التي تعجز عنها الفحول مع كونه أميا لم يحفظ القرآن ولم يرى في مجلس علم لم يتعلم وهو أمي ومع هذا يتكلم في العلوم كان له كرامات ومكاشفات كثيرة لا يمكن حصرها يعني دائما في الكرامات كان يعرف بأحوال الناس ويخبر بأحداث مستقبلية تقع لهم يحدث بالمستقبل كحالات الحمل ونوع الجنين في رحم أمه ومسميات المولودين وما يقع بينهم في دورهم كان مستجاب الدعاء يطلب الماء من السماء وتنزاح السحاب وتسكن الرياح وتظهر الشمس ويطيب الزمان وتعتدل الأحوال بدعواته والناس في دهجة وتعجب كان يسافر إلى الأماكن البعيدة دون دليل ويسلك في أسفاره طرقا نافذة لا يعرفها أكثر الناس خبرة ودراية ويصف مساكن الناس وأماكنهم ووصفة معاينة كأنه يراها لا زيادة فيها ولا نقصان ويصف لزواره أحداث رحلاتهم أنت تمشي عنده يقول لك أنت جئت كذا وكذا وصار لك كذا وكذا فقال الشيخ عبد العزيز الدباغ سئل عن هذه الكلمات الغريبة فقال هذه كلمات كان يقولها سيدي إبراهيم الدسوقي وأمثاله يتكلمون بهذه الكلمات إذن سنخطب كذلك لسيدي إبراهيم الدسوقي يقال من أكبر الصالحين ومن أهل الفتح الكبير وهو وأمثاله الذين يتكلمون بهاتين الكلمتين فهذا إبراهيم الدسوقي من مصر هذا ولد 1255 وتوفي 1296 فهو كذلك أربع قرون أو ثلاثة قرون قبل الشيخ عبد العزيز الدباغ والآن في ضريحه يعني في يعني قبره يجتمع كل سنة أكثر من مليون شخص في مصر في سبتمبر في شهر 9 في ميلاده يقول معظم أتباع الدسوقي أن شيخهم لما بلغ من العمر سنة أقعد أرواح الطيارة في الأرض ولما بلغ سنتين علم أولياء الله ولما بلغ التاسع من عمره فك رموز القرآن قراءة من الجن المسلمين ولما بلغ 12 سنة نقل مريديه السماء والطلاسم من النار إلى الجنة ولما بلغ 13 سنة أصبحت الدنيا كلها كالخاتم في إصبعه ولما بلغ 15 سنة خاطب الملاك ولما بلغ 16 سنة جاوز سدرة المنتهى ولما بلغ من العمر 17 سنة رأى ما خطه القلم في اللوح المحفوظ يعني كلام عجيب وعجيب جدا يروى عن الدسوقي كرامات فسنأخذ منها اثنتين لنرى هل الجن دخل في هذا الأمر ومن الكرامات المنسوبة للدسوقي أن تمساح النيل قد خطف صبيا من على شاطئ دسوق في قريته فأتت أمه مذعورة إلى الدسوقي تستنجد به فأرسل نقيبه فنادى بشاطئ النيل معشر التماسيح من ابتلع صبيا فليطلع فطلع ومشى معه إلى الشيخ الدسوقي فأمره أن يلفظ
الصبية فلفظه حيا في وجود الناس. يعني أمر التمساح أن يتقيأ الرضيع فتقيأه حي، وقال للتمساح مت فمات حينها. هذه أول قصة سنتأكد منها للدسوقي، لأن هذا الدسوقي هو الذي يعني رجعت إليه يعني هذه الكلمات الغريبة، أحمى حميثا أطمى طميثا، التي أضيفت في حزب البحر. يعني هذا مشايخ الصوفية يقول سمعنا مشايخنا، حتى رجعوا الكلام إلى الدسوقي أنه هو وأمثاله الذين يستعملون مثل هذا الكلام. وهو يقول الذي جاء بالكلام يقول أنها كلمات سريانية، ويعني لا بأس أن ندعو الله بلغة أخرى ما دامت مفهومة. أما هذا الكلام السرياني ليس له أصل، وليس كتاب يبين السريانية، هذا يعني كذا وهذا يعني كذا مثل اللغات المعروفة، فصار هذا الكلام ليس له أصل، ويقولون هو من السريانية ومثل الدسوقي الذي يستعمل هذا الكلام. طيب، القصة الثانية أنا أختصرها، أن الدسوقي أرسل رجلا إلى الإسكندرية ليشتري له الشيء، فتخاصم مع التاجر وذهبوا إلى القاضي، وذلك القاضي كان يبغض أهل التصوف، فلما علم أن الدسوقي هو الذي أرسله جعله في السجن. فأرسل ذلك المسجون إلى الدسوقي يستنجده، يخبره بالخبر. فكتب الدسوقي إلى القاضي رسالة فيها شعر تقول: سهام الليل صائبة المرامي، سهام الليل لا تخطئ مرماها إذا وترت بأوتار الخشوع، يعني إذا كانت بالخشوع فستضرب، إلى آخر الشعر. فالقاضي قرأ الشعر وضحك، ويعني سخروا من الدسوقي هو والذين حاضرين معه، فقرأ عليهم الشعر استهزاء بالدسوقي، فمات في نفس اللحظة وهو يقرأ هذا الشعر. ويقول كذلك أن سهما خرج من الورقة فقطع صدره إلى ظهره. طيب، يعني لماذا أنا ذكرت كل هذه الأشياء؟ لأن هذا الأخ من النقشبندي لما راسلني قال لي: وماذا تقول في الشيخ فلان؟ وماذا تقول في الشيخ فلان؟ وأنا لا أعرف هؤلاء الشيوخ، ولا أريد أن أتهم أحد، ولكن الكلام الذي فيه الشرك ويأتي بالشياطين هذا الذي نبينه، ولا يهمنا من قاله، ولا يهمنا كراماته، يهمنا ما هو صح. ولا يجوز في دين الإسلام أن ندعو الله تعالى أو ننادي الله تبارك وتعالى بأسماء غير مفهومة، لا يجوز، وهو مدخل للشرك، وكلما نتأكد من هذه الأمور نجد فيها الشرك، مهما كان صاحبها ومهما كانت كرامته. طيب، وهذه الكرامة، هذه القصة ذكرها الشيخ يوسف النبهاني في كتاب جامع الكرامات. وهذا يوسف النبهاني، هذا الشيخ يعني ولد بفلسطين ودرس بمصر، ولد عام 1849 وتوفي عام 1932، فهو يعني حديث، يعني حديث نسبيا، وكتب في كتاب الكرامات نقلا عن كتاب الإبريز لسيد الفقيه أحمد بن مبارك المكي. ثم وجدنا كلمة لشيخ الإسلام الإمام شمس الدين الرملي، هذا موضوع آخر كذلك نخطف له، يقول: وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم. فهذا الإمام شمس الدين الرملي يقول: الرسل والأنبياء والأولياء والصالحين يستغاث بهم بعد موتهم. وهذه الكلمة والله لا نقبلها، كيف تستغيث بالميت؟ أغثني أغثني أدركني مدد، سبحان الله. على كل حال، هذا الشيخ الإمام شمس الدين الرملي هو مشهور، يسمى الشافعي الصغير، من علماء القرن العاشر للهجري، والبعض لقبه بمجدد القرن العاشر، وكان مفتي مصر في زمانه. فسنتأكد من هذا الشخص كذلك، الإمام شمس الدين الرملي. ثم كذلك
فقلنا في الكلام أنه لا يمكن أن ندعو أحد فهذه الدعوة يا محمد فلما تناد يا محمد أغثني أدركني يعني أعني ماذا يقع وأي شياطين تأتي وماذا يقع لما تنادي يا محمد وتستغيث به ثم آخر مسألة سننظر إليها في هذا الباب هي كلمة هو يعني هو فيستعمل كثير من الصوفية لفظة هو يعني في الذكر ياهو وهذا سبحان الله يعني في العربية لا يعني شيء لأن هو يعني أي واحد يكون هو أي واحد يكون هو لما تنادي ياهو هو فمن تنادي لست تنادي الله تنادي أي واحد ويقول كذلك يا من هو هو يا من هو هو كل واحد هو هو أنا وأنت أنت وهو هو وكل واحد هو نفسه فماذا يعني هذا الكلام فسنخطف كذلك لهذا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما من أين جئت؟ مرحبا من معنا؟ من أين جئت؟ شمس الدين شمس الدين شمس الدين شمس الدين الرملي المفتي العام لمصر نعم شمس الدين الرملي المفتي العام لمصر الذي يقول للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة وماذا كنت تفعل معه تعطيه الأفكار فأنت الذي جعلت في فكره أن الأولياء لهم يستغاث بهم طيب فلما الإنسان يستغيث بالأولياء والأنبياء ماذا يصير يأتي الجن الذين كانوا مهاجمونهم أعداؤهم من الجن من الكفار والشياطين يأتوا وماذا يفعلون للإنسان الذي يستغيث بهم يلبون طلباته ما استطاعوا لا يستطيعون كل شيء ولكن الذي يستطيعون حتى هو يعتقد أن هذا الدعاء يعني صحيح طيب وحتى ولما ينادي يا محمد ماذا يصير يأتي أعداء يأتي عداء الجن الكفار والشياطين طيب وأنت حي منذ ذلك الوقت منذ شمس الدين الرملي نعم طيب وماذا ربحت لما اقترحت عليه هذه الفكرة وصار ينشرها وكثير من الناس الآن بسبب فتواه وكلامه وهو كان المفتي العام صاروا يطبقون هذا الأمر ويستشهدون بكلامه ربحت درجات عند ربحت درجات عند إبليس طيب وعفوا الآن أنت جئت حضرت إلينا ماذا كنت تفعل قبل أن تأتي كنت أحاول أن هذه الطريقة أكثر الناس يعرفونها تحاول أن تنشر هذا الكلام حتى أكثر ما يمكن من الناس تنادي الأولياء والأنبياء طيب وهل تعرف لماذا دعوناك
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هل ضحيت بأهلك لإبليس؟ نعم؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون لا أريد لا تريد ماذا؟ أهلي لا تريد أهلك؟ هل جاءوا؟ الآن إما أن تدخل الإسلام أو سيقتلوك لا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان إذن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير الله به براءة من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين براءة الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم لا من أنت؟ لا لا أقول لا تقول من أنت؟ لا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا لا ماذا لا تتغير من أين جئت؟ من النقشبندية وماذا تفعل معهم؟ لا أقول هل عندك عهود؟
براءة من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات إذا ماذا كنت تفعل مع النقشبندية؟ أنصرهم تعينهم؟ نعم لما يستغيثون بك؟ نعم ماذا لما ينادون كاندالياس أو هزاز؟ كله مثل بعض. يعني أي اسم ينادون من تلك الأسماء؟ نأتي. فتأتون. أو ينادون مشايخهم. هكذا؟ نعم. فطيب هذه الرؤية التي رأى الشيخ نازم لما أغمي عليه ليلة 27 بعد صلاة التراويح وصلاة التسبيح وصلاة الشكر. من الجن يعني الجن الذين فعلوا هذه الرؤية له؟ طيب سنحذرهم إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق. أنتم الذين يعني عملتم الرؤية للشيخ نازم؟ طيب ورأى الأولياء والأنبياء والمهدي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعطيتموها الذكر كيف يقرأ آية الكرسي وبعد كل يعني قسط من آية الكرسي يقرأ الدعاء؟ هو طلب هذا؟ ماذا طلب؟ كان يطلب أن تريه كيف يستعمل خدام آية الكرسي هكذا؟ نعم. فأنتم كان يطلب من؟ من الله أو منكم؟ لا من الأولياء الصالحين. هو كان يطلب من الأولياء أن يعطوه السر آية الكرسي. فجئتم أنتم وأنتم شياطين أو جن؟ أنتم جن كفار؟ نعم. فعطيتموه يعني هذا الذكر. ولما يقول فلما يقول الإنسان هيلا جولا ملكا ماذا يقع؟ يزداد هو قوة. من يزداد قوة؟ هذا الشيخ. الشيخ يزداد قوة؟ أي الذي يقول الفكر يزداد قوة من الجن. الجن يزيده قوة حتى يتنشط في عبادته وأذكاره. نعم. فهذه الكلمات تدعو الجن أن يزيده قوة. ولما ينادي يا سلطان الجن سيدي هزاز. نعم. هذا كله تقرب للجن ليعطوه القوة. هذا كله تقرب للجن ليعطوه قوة. المهم يعني تقولون هو طلب في السجود من الأولياء أن يعطوه سر آية الكرسي فجئتم أنتم الجن الكفار حتى تعطوه أسماء الجن يدعو بها ويقع في الشرك وفرح بهذا الفتح فرحا شديدا وحتى يعلمه لكل أتباعه. طيب هل تدخلون الإسلام؟ لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب
ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به. الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض وكان حقا علينا. كلهم جاءوا. طيب ف هذه الكلمات أحمى حميثة أطمى طميثة ماذا جاء الجن اللي تابعينها ماذا تعني هذه الكلمات؟ هي فقط ملامس لاستعانة بالجن استعانة بالجن فتحذر الجن الكفار. طيب ف هذه الكلمة ستر العرش يعني حزب البحر فيه ستر الله مسبول علينا وبعض الناس صار يقول ستر العرش مسبول علينا هل الجن عنده دخل في هذا الكلام؟ الجن المسلمون الجن المسلمون يستعملون ستر العرش نعم ستر الله يستعملون ستر الله وستر العرش يعني يريدون بعض الناس أن يعني يقلدوهم بعض الناس أرادوا هكذا أن يصنعوا كلمات يعني للدعاء ولكن لا تأتي بالجن ستر العرش يعني لا لا تفعلوا شيء الإنس يعني هكذا يريدون أن طيب ليس يزيدوها في طيب 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 ليس في طيب فهي من زيادة الإنس أما الكلام الذي هو نافع هو ستر الله مسبول علينا وليس ستر العرش وهذا الخطأ ليس فيه شياطين ولا جن ولا شيء طيب الشيخ عبد العزيز الدباغ الذي كان له كرامات وكرامات ويقول للناس المستقبل ويقول يخبرهم بما يفعلون وكل شيء كيف هذا كان مع الجن أو هذا من الله؟ لا. يعني الجن كان عنده جن مسلمون فلما يذهب الجن المسلمون يعني محاربون أو شيء فيأتونه الجن من الكفار فكان كان يعني صراع بين هذا وهذا ليس كله صحيح فعبد العزيز الدباع كان معه جن مسلمون ومعه جن كفار ولكن الكرامات التي تأتي هي من الجن الكفار أو تأتي من الله كرامات ماذا لما يخبر الناس بأحوالهم هذا من الجن يعني لو كان شيء مثلا شيء في الغيب فهذا ليس هذا من الجن الكفار فلما يخبر عن المستقبل فهو من الجن الكفار ولما يأتي إنسان من السفر ويخبره عن ماذا وقع في سفره فهذا من الجن المسلمين طيب إذن كان مسلمين يتكلموا معه وكفار وخلطوا أمره مخلوط طيب طيب وسيدي إبراهيم الدسوقي هذا الذي قبره في مصر ويأتيه مليون شخص وعنده كرامات فكيف وهو الذي كان يقول هذا الكلام أحمى حميثة أطمى طميثة على ما يقولون هو صاحب هذا الكلام كيف هذا كان مع الشياطين أو كان مع المسلمين أو كيف لا لم يكن مع الجن المسلمين هذا كان مع الشياطين على طول عمله الشيطان والشياطين معه طيب فلما فهذه القصة صحيحة أن التمساح يعني أكل صبيا وجاءت المرأة تشتكي إليه وأرسل إلى التمساح فجاء وتقيأ الصبي هذه خرافات ولما أرسل الرسالة إلى القاضي ومات القاضي عندما استهزأ به وبالرسالة لا هذا كله خرافات على كل حال هو إنسان يتعامل مع الشياطين هذا الذي هذه قصته طيب ولما إنسان ينادي يا هو ويا من هو هو فهل يأتي الجن كذلك لهذا؟ نعم يأتي الجن لأنه ليس من أسماء الله ينادي هو يعني أي واحد هو هو فيأتي الجن طيب إذن كل الجن الذين يستعملون هذه الأسماء قد حضروا
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منثورا ينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهكذا رأينا والله تعالى المستعان. فأخواني المسألة ليست أننا نصدق الجن، المسألة أن الكلام الغير مفهوم ممنوع، وهذا باب مفتوح للشرك، ونحن نتأكد أن الجن يأتون بهذا الكلام. فوالله إخواني الأخ الذي جاب لي هذه المواضيع جاب لي أدعية كثيرة وأشياء كثيرة تقال وفيها أسامي غريبة وفي كل مرة فيها جن لإضلال الناس. فالدعاء والأذكار اتركوا ما لا يفهم، اتركوا ما لا يفهم، وادعوا الله تبارك وتعالى بما هو مفهوم فقط. ولا ينفع دعاء الملائكة ولا دعاء الجن ولا دعاء الأنبياء ولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به. والاستغاثة به يا إخواني يعني الدعاء هو العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء مخ العبادة، فلا يمكن أن تدعو غير الله لقضاء حوائجك. الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.